الكتيبة جاهزة يا فندم. المرحلة اللي جاية هتشهد تدريبات قتالية مختلفة. المرحلة اللي جاية عايزة وحوش يقدروا يواجهوا العدو بأداء ما شافوهوش منا قبل كده. الأرض اللي راحت زمايلنا اللي استشهدوا ومستنينا نرد ليهم الاعتبار، ليهم ولكل الجيل اللي ورث الهزيمة ظلم. احنا هنتدرب وهنموت نفسنا عشان نحقق اللي الإسرائيليين بيقولوا عليه مستحيل. ومن النهاردة ومن الساعة دي وانت بتبص على شمس كل يوم جديد تبقى متأكد ان النهار اللي جاي جاي ومع النصر، وان علم مصر هيترفع على الارض اللي راحت وعلى كل شبر فيها. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. دور الكتيبة. قبل الآن فإن مثل ذلك لم يكن ممكنا إلا بالاستغراق في الأحلام أو الأوهام.